يعني هذه راح تخلينا يعني يكون فيه استثمارات إضافية لسوناتراك في هذا الميدان من أجل أنه نحافظ على حصتنا في السوق ونحافظ على سمعة الجزائر وسوناتراك في هذا السوق. يعني بصفة عامة يعني هذه يعني التحديات الجديدة لسوناتراك، ونحاول إن شاء الله أن نكون في المستوى لأولا تلبية احتياجات الوطنية. فيه استثمارات كبيرة ومهمة حوالي 40 مليار دولار في السنوات المقبلة، منها جزء مخصص لتلبية الإنتاج الوطني، وفيه جزء لنستثمره للاستمرار باش نكون لاعب فاعل في السوق الدولية ونحافظ على مداخيل الجزائر من عملة صعبة والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.